السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة شوف الأوفياء <applause> نجدد بكم ترحب حاليا الثالثة صباحا هنا بتوقيت إسبانيا الواحدة صباحا بتوقيت المملكة المغربية نحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بادئا ببدء لا يسعنا في البث المباشر إلا أن نجدد الشكر الجزير لكل أفراد الجالية المغربية الذين يتواصلون معي طيلة اليوم ويرحبون بي في مختلف مدن إسبانيا وهذا إن دل فإنما يدل على القلب الكبير لإخواننا أفراد الجالية المقيمين بالخارج وهذا ليس بشيء الجديد على أفراد الجالية المغربية فمنذ دخولنا إلى إسبانيا وأصوات الترحاب تنادي من كل من كل مدينة إسبانيا بطبيعة الحال متتبعي قناة شوف ديفي ويوميا وأنا كندير اللايفات هنا في إسبانيا نفس السؤال يتجدد فوقاش أخي مقراش غادي يحلو فوقاش تحل الديوانة فوقاش تيرجعو الطيارات ل... الطيران فوق شي يتحلوا البواخير فوق شي يعني مجموعه من الاسئله اللي عندها نفس بطبيعه الحال عندها نفس يعني كما كنقولوا نفس الطرح بطبيعه الحال كتمشي في واحد الاتجاه اللي ديال الاغلاق والفتح فعليكم عليكم السلام بالنسبه للاخوان كاملين اللي كيدخلوا كل واحد باسمه مع حفظ الاسماء طبعا الحال كان نحيوكم انكم تبارطاجيو هذا البث المباشر لان فيه معلومات جد مهمه نتمنى انتم حاليا 182 191 بغيتكم كاملين تبارطاجيو الاخوان باش ندخلوا او يدخلوا اخواننا افراد الجاليه المغربيه وانا تعمدت ان ندير هذا اللايف بالقرب من طريق السيار الرابطه بين الجزيره الخضراء وطريفه والميريا ومالقا طبعا الحال تحيه لكم كاملين وشكرا للناس اللي كتبارطاجي فعمليه مرحبا اللي كنا عليها بطبيعه الحال في اللايف السابق اللي هي عمليه اللي كتنظمها المملكه المغربيه والمملكه بالتنسيق مع المملكه الاسبانيه او السلطات الاسبانيه بين قوسين بطبيعه الحال كينظموا هذه العمليه هذه اللي كيدخلوا من خلالها افراد الجاليه المغربيه الى الوطن ديالهم لاحياء صله الرحم كل واحد شحال يفضل انه يدوز كاين اللي كيدوز كي يدوز طبعاً الحال 15 يوم 10 ايام شهر الى غير ذلك وكاين كذلك اللي كيختار كي انه يمشي في الطياره ومن بعد يكري السياره وكاين اللي كيفضل يفضل انه يجيب السياره ديالو يعني يجيب السياره ديالو مباشره من المانيا بلجيكا هولندا السويد دنمارك الى غير ذلك ويهبط للمغرب طبعاً الحال الى هنا كلشي متفقين وكلشي راه واضح الغريب في الامر هو اخواني هو انه تسربت بعض الاخبار تقول ان عمليه مرحبا يعني كيوجدوا لها على قدم وساق يعني كيوجدوا عمليه مرحبا على قدم وساق من اجل بطبيعه الحال الاستقبال الجاليه و لتاكيد هذا الخبر بطبيعه الحال لتاكيد هذا الخبر هو ان مختلف الموانئ ديال اسبانيا يعني شهادات واحد التغيير شهادات واحد الاستعدادات شهادات واحد التبليط نتاع الشوارع اللي, اللي كتادي للارصفه نتاع البواخر شهادات مجموعه من الاشياء فيبقى السؤال المطروح حاليا اخواني واش غادي تنظم عمليه مرحبا في مداركم نتوما ولا ما غاديش تنظم خاصة أن الوباء الجديد اللي هو فيروس كورونا هذا النوع نتاع الهند هذا اللي مقلق 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 بزاف وكنتمنى أن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية ما يسجلوش فيهم حالات لأن هذه نقطة العبور هي إسبانيا وإسبانيا إلى غرقات بهذا المرض هذا نتاع هذا الفيروس تاع كورونا بطبيعة الحال آه الاصل الصيني ديالو اللي بان في الصين طبعا الحال كنتمنى انه ما يدخلش المملكه الاسبانيه وما يدخلش المملكه المغربيه وما يدخلش لاي دوله آه ان شاء الله اذا متتبعي قناه شوف تيفي اليوم 21 تسربت كذلك مجموعه من الاخبار ومجموعه في المواقع التواصل الاجتماعي كينشروا انه نهار 21 في الشهر غادي ستستأنف الطائرات مع فرنسا بلجيكا اسبانيا فرنسا يعني ايطاليا ايضا كذلك مصر والجزائر والكاميرون هذه مجموعه من الدول اخواني قد يفتح معها المغرب يوم 21 اذا مجموعه من الناس اللي راهم حاصلين في المملكه المغربيه مجموعه من الناس اللي راهم حاصلين هنايا وكيسولوا الحال ومجموعه منهم اللي نشر انه يوم 21 في هذا الشهر ديال ماي ستفتح الحدود الجويه بين اوروبا والمملكه المغربيه فطبعاً الحال هذا هو الخبر اللي راه منتشر حاليا منتشر كما كنقولوا كنعرف الهشيم فمن هذا الخبر اخواني متتبعي قناه فيه انه يوم 21 نامل من الله سبحانه وتعالى ونامل من الحكومه المغربيه انه اذا كان الاعداد نتاع فيروس كورونا منخفضين في المغرب والوضعيه مستقره هنا في اسبانيا فمن الاحسن انه تعود الحركه ديال الطيران نعود لكم الى اسبانيا والجاليه الجالية المغربيه المقيمه باسبانيا انه يوم 9 يوم 9 يعني ما بقاش بزاف الاخوان يوم 9 الامور ستعود الى ما كانت عليه في اسبانيا حسب التصريح ديال بيدرو شانشيز هذا بيدرو شانشيز هو رئيس الحكومه الاسبانيه اللي اعلن في احد الخرجات ديالو انه نهار تسعة غادي تحل اسبانيا جميع المحلات التجاريه غادي يولي عندهم الحق بطبعه الحال انهم في حتى الصباح الى غير ذلك المهم ستعود الحركه كما كانت عليه في السابق لان اسبانيا متتبعي قناه شوف ليست بدوله صناعيه وليس بدوله بتروليه الى غير ذلك فقط هي دوله سياحيه مئة في المغرب كمثل المغرب المغرب اللي بطبعه الحال يعني الفلاحه والسياحه الى بعض الثروات الى غير ذلك فاسبانيا هنا تعتمد على السياحه كمصدر ل المدخول ديالهم بشكل قار متتع... متتبع اي قناه شفتي في يوم 21 اخواني نستناو نستناو اخواني وعليكم السلام خويا الياس وعليكم السلام جميع الاخوان الاخوان اللي حاضرين معنا ي... يبارطجوا معنا ويكتبوا لنا الاسماء المدن ديالهم بغيت نعرفكم منين كتابوا واش معنا الناس اسبانيا واش معنا الناس الجاليه المغربيه واش حاضرين معنا ولا ما حاضرينش فيوم 21 اخواني يوم 21 بطبيعه الحال يوم 21 ماي سننتظر القرار ديال السلطات المغربيه بطبيعه الحال غادي يقدر ينتشر الخبر قبل واحد الايام وحنا ان شاء الله ان فوا غادي نوصلوا باي معلومه تخص هذا الفتح نتاع النهار 21 سوف نخبركم بطبيعه الحال متتبعي قناة شفتها فيك الاخبار التي تروج حاليا هي اليوم 21 فالجاليه المغربيه يعني كيستناو الجالية المغربية المغربية بطبيعة الحال كيستناو يوم كيستناو يوم 21 من اجل السفر الى المملكه المغربيه او العكس او العكس بالرغم انه كان هناك رحلات استثنائيه من المغرب الى اسبانيا كديرها السلطات الاسبانيه والسفاره الاسبانيه طبعا الحال الا ان الناس طبعا الحال كيتسجلوا وما كيعيطوا لهمش وهذا مشكل اخر اخواني بالاضافه الى التذكره الغاليه الغاليه الباهظه الباهظه جدا فهذا الشيء اللي خلى المغاربه انهم تيقول لك اللهم ديك 2000 درهم ولا 3000 درهم ناكلها هنايا مع والديا ونصبر حتى نهار 21 ولا نمشي نعطيها لهم ويديوها بطبيعه الحال بارده فكما كتعرفوا انه من طنجه حتى الخزيرات ما كاينش واحد المسافه واحد جوج سوايع ولا ساعه ونص الباطو على حسب السرعه ديالو فكاين بعض القوارب اللي كدير غير غير نص ساعه ولا ما كملش ديال الممتاز السريع الممتاز فبطبيعه الحال اه وكيشوفوا 2000 درهم ولا 3000 درهم وكذلك دخلوا المصريه ودخلوا اصحاب السوق السوداء ودخلوا مجموعه من الناس ف المواطن طبعاً الحال المواطن المقيم بالخارج فلا حول له ولا قوه الا بالله العظيم طبعاً الحال الناس كتكرفس هنايا باش انها تجيب داك القوت وتهبط انها تصرف الى غير ذلك على والديها وكنتفاجئوا انه بعض الناس بعض مرضى النفوس كيغليو هاد البيئة الاخوان على هاد الاخوان ديالنا اللي راهم حاصلين في المغرب فهذه رساله رساله للقنصليات المغربيه والسفارات المغربيه انهم يهدروا مع السلطات الاسبانيه باش يخفضوا الثمن تاع التذكره يخفضوا الثمن تاع التذكره لانه داك المواطن لا حول ولا قوه الا بالله يعني مشكله الاخوان مشكله مجموعه من الناس اللي من الناظور اللي من الحسيمه اللي من وجده اللي من فاس اللي من الرباط اللي من اكادير مساكين اللي من ورزازات اللي من مختلف المدن ديال المملكه المغربيه الاخوان يعني وقع لهم مشكله الاخوان وقع لهم مشكل عيطوا للناس من بعد عيطوا لهم شي وحدين قالوا لهم تخلصوا 3000 درهم باش تمشيو من طنجه للخزيرات ما كاملاش الاخوان ديالي حتى 20 ما كاملاش الاخوان ديالي ديالي 30 كيلومتر او 40 كيلومتر الاخوان ف من هذا المنبر نجدد النداء ديالنا للجهات المسؤوله انهم يحاولوا على هاد الناس هذا ويحاولوا على هاد الناس لان الاخوان ديال الجاليه مساكن راهم ضروريين بزاف 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 كاين اللي ما خدمش هذه عامين كاين اللي نهار اللي بدات كورونا مضروب فيها الضربه كاين الناس اللي اضطروا انه كي الناس وكين 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 احنا انهم يتسلفوا كاين الناس وكاين 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 حنا كنسمعوا كنشوفوا بعض الحوايج كنستحيو انهم نعاودوهم على الجاليه بالرغم من الالتحاق ديالنا عادي الله كيلتحقنا لاسبانيا ولكن كنتلقاو مع اخوان ديالنا الجاليه كيعاودوا لنا بعض بعض الاشياء اللي اه لا اله الا الله محمد رسول الله خاصه الناس اللي عندهم الدراري الى غير ذلك فارجوكم متتبعي قناه شفتي في ارجوكم مش قناه شفتي في حاولوا انكم تبارطاجيو باش توصل هذه الرساله للجهات المسؤوله ويعيدوا النظر في هذه التذاكر هذا. كذلك الصيف حنا مقبلين على الصيف والصيف طبعا الحال المغرب هذا العام سيرحب بمغاربه العالم سيرحب برعاياه في مختلف دول العالم ومن هذا المنبر الرساله ديالنا الرساله ديالنا طبعا الحال متتبعي قناه في الى الجهات المسؤوله في المملكه المغربيه خاصة وزارة الخارجية وزارة المالية الناس اللي مسؤولين على الاقتصاد في البلاد أنهم يعيدوا النظر في التذاكر ويشوفوا طبعا الحل البواخر اللي كتجي فبعض المرات كنشوفوا تذكرة دايرة مليون مليون ونص ثلاثة مليون إلى غير ذلك دي بالسيارة ديالك وكل شيء فهذا الشيء كيخلي الإخوان ديالنا الجالية أنهم يفضلوا يمشيوا لبعض الأماكن أخرى يمشيوا لتركيا يجيو لإسبانيا يدوزوا العطلة إلى غير ذلك وما يمشيوش للبلاد تيقول لك علاش تيقول لك احنا ما كرهناش بلادنا ما العائلات ديالنا الى غير ذلك لكن كنكتفي اننا نجيو اسبانيا كنخسروا 500 600 كنخسروا مليون الفرنك كندوزوا واحد 15 يوم زوينه قال لك كنمشيو للمغرب كنخسروا 3 4 5 6 مليون غير في التذكره هو ما عندوش مشكل انه يخسر في الماكله وداك الشيء ولوطي وداك الشيء داك الشيء تيبقى في الحال تيبقى مساله عاديه لكن عنده المشكل ديك التذكره هو وربعة د ولادو خمسة ولاده ولادو وكيدخل في ديك السيارة بطبيعة الحال في الباطو وكيقول له جوج مليون ثلاثة مليون اخوتي هذا هو الإشكال اللي عند الإخوان ديالنا د دي الجالية هنايا وحنا هادشي بطبيعة الحال حنا غادي ننتقلو للموانئ غادي نمشيو لميناء موتريل غادي نمشيو لميناء الميريا غادي نمشيو لميناء مالاكا غادي نمشيو لميناء الجزر الخضراء غادي نمشيو لميناء طريفه وغادي نسولوا الاخوان ديالنا ديال الجاليه نسولوهم وغادي تسمعوا تسمعوا بودنيكم وتشوفوا بعينيكم الاخوان انه قلنا تشوف تيف غادي تنقل لكم هذا العام عمليه تاع مرحبا سواء كانت عمليه مرحبا او ما كانتش عمليه مرحبا كان السفر عادي غادي ننقل لكم وغادي تسمعوا وغادي تسمعوا الاخوان وغادي تسمعوا الاخوان آه هاد الرسائل ديال الاخوان ديال هذه دي الجاليه انهم اللي كي يستعطفوا كي يديروا النداء ديالهم الى الجهات المسؤوله من اجل اخواني انهم يخفضوا لهم في التذاكر ديالهم اذا ننتظر نهار 21 ماي الاخوان ربما او العكس بطبيعه الحال قد تفتح الحدود الجوية مع فرنسا إسبانيا بلجيكا إيطاليا وكذلك ألمانيا هذا الدول طبعا الحال أوروبية قد يعني يكون معاهم الفتح ان شاء الله نهار 21 بالنسبه نتاع 85% الاخوان حسب المعلومات اللي كنتوصلوا بها ف الحال الجاليه مشتاقه الى المملكه المغربيه كذلك الناس باغيين يقضوا الاغراض ديالهم باغيين مجموعه من الاشياء متتبعي قناه شفتي ف نتمنى نتمنى متتبعي قناه شفتي في نتمنى متتبعي قناة شوف أن الرسالة توصل وأن يكون الفتح نهار 21 ماي من هذا الشهر هذا لتعود الحركة كما كانت طبعا الحال وفقا لبروتوكول ديال وزارة الصحة اللي هو التباعد والتحاليل وطبعا الحال مجموعة من الأمور اللي غادي تعرضها قبل الفتح إخواني متتبعي قناة شوف دمتم في رعاية الله نتمنى إن شاء الله أننا نكون تواصلنا معكم في البث المباشر اللي دائما كنديروه في هذا الوقت على الوحدة بتوقيت المملكة المغربية الثالثة صباحا بتوقيت الثالثة صباحا بتوقيت المملكة الإسبانية شكرا لإخواني الجالية المغربية المقيمين بالخارج وشكرا على البارتاج ديالكم شكرا على التعليق ديالكم وان شاء الله من نهار 20 او 19 راه غادي يبان غادي يبان الحال واش غادي يفتحوا ولا لا ف انا ارجح انه يوم 21 ستستأنف الرحلات الجويه مع بعض الدول الاوروبيه خاصه اللي كيعيشوا فيها مجموعه من مغاربه العالم كان معكم دائما قرش محمد مراسل قناه شوف تي في من جنوب اسبانيا دمتم في رعايه الله اشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته